أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق. نبدأها بالعناوين. جهود أممية نحو تحريك عجلة السلام في اليمن، وميليشيات الحوثي تصعد من اعتداءاتها في جبهة تعز. الميليشيات تصعد من انتهاكاتها بحق التعليم وتحريف المناهج في محافظة إب. المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان تنظم ورشة علمية للتوعية بسرطان عنق الرحم. عاودت ميليشيات الحوثي حملة التهجير القسري لأهالي قرى منطقتي الجبلية والفازة التابعتين لمديرية التحيتة بمحافظة الحديدة. وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات عاودت إجبار أهالي القرى القريبة من الساحل على مغادرة قراهم إلى مخيمات أقامتها لهم المنظمات. كما دفعت الميليشيات بأعداد كبيرة من عناصرها لحفر أنفاق وسط المزارع تمتد بعضها صوب البحر. تتواصل المساعي الأممية نحو تحقيق السلام في اليمن في ظل سلسلة من اللقاءات التي يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن، ولكن تقابل الميليشيات الحوثية هذه الجهود بالتصعيد الميداني. على الرغم من الجهود الأممية والدولية المبذولة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن وإعادة الهدنة الأممية إلى مسارها، تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية تصعيدها الميدانية على مختلف الجبهات. آخر هذه الاعتداءات كانت في جبهة تعز المحاصرة، حيث أعلنت القوات الحكومية عن إحباط هجوم حوثي تزامن مع اشتباكات متقطعة شهدتها 6 محاور قتالية شمالا وشرقا وغربا. وذكرت القوات الحكومية في بيان أن الميليشيات حاولت إلى جانب المعارك تشييد تحصينات دفاعية. هذا التصعيد الميداني في تعز عاد إلى الواجهة التعنت الحوثي الذي تسبب بانهيار الهدنة في أكتوبر العام الماضي وإفشال الحوارات مع الحكومة بشأن فتح الميليشيات لطرقات تعز مقابل الحصول على تسهيلات كبيرة وفتح مطار صنعاء. في هذا الوقت أعلن المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبيرغ لانطلاق الرحلة رقم 100 من صنعاء الأربعاء الماضي، وذلك بعد أن نجحت هدنة إبريل في فتح المطار. وشدد المبعوث الأممي أنه يجب على الأطراف في اليمن البناء على هذا لإحراز التقدم نحو المزيد من الإجراءات للتخفيف من تأثير النزاع على اليمنيين. ودعا جروندبيرغ أطراف الأزمة إلى تقديم تنازلات حسب قوله من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع والوصول إلى سلام دائم في البلاد. في سياق متصل، أعرب المبعوث الأممي عن تقديره لدعم ألمانيا الثابت لجهود الوساطة التي يبذلها ولجهود الأمم المتحدة في مجالات السلام والتنمية والإغاثة الإنسانية في اليمن. وجاء ذلك خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وناقشا سبل المضي قدما نحو سلام مستدام في اليمن، مؤكدا على الحاجة إلى دعم دولي منسق لمصاحبة اليمن على طريق يفضي إلى السلام. إذن في ظل كل هذه الجهود الدولية المبذولة من أجل تحقيق السلام في اليمن، تصر الميليشيات على تصعيدها الميداني وإفشال كل هذه المساعي وتأزيم المشهد اليمني من جديد. دشنت ميليشيات الحوثي مع دخول عام 2023 مرحلة جديدة من الانتهاكات ضد قطاع التعليم ومنتسبيه، وذلك في سياق استهدافها المنظم لذلك القطاع في جميع مناطق سيطرتها، حيث واصلت تغيير أسماء المدارس وتحريف المناهج ومعاقبة التربويين غير الموالين لها. مع دخول عام 2023 دشنت ميليشيات الحوثي مرحلة جديدة من الانتهاكات ضد قطاع التعليم ومنتسبيه، حيث واصلت تغيير أسماء المدارس وتحريف المناهج ومعاقبة التربويين غير الموالين لها. تلك التعسفات وبحسب مصادر مطلعة وصلت محافظة إب، وشملت الاقتحام والقمع والإغلاق والفصل التعسفي من الوظيفة العامة وتغيير أسماء المدارس في سياق سعيها لفرض هوية ذات صبغة طائفية. بدأتها بتغيير اسم مدرسة ابن تيمية الحكومية في عزلة بني علي بمديرية حزم العدين إلى اسم مدرسة الشهيد القائد في إشارة إلى مؤسس الميليشيات حسين الحوثي. كما سبق ذلك بنحو شهرين تغيير اسم مدرسة كمران بمديرية الظهار إلى مدرسة حسين الحوثي.
وهي تغييرات اتهمت فيها تقارير محلية عديدة المدعو يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الميليشيات المعين وزيرا لتربية وتعليم حكومة الانقلاب بوقوفه وراءها بتوجيهات من شقيقه المدعو عبد الملك الحوثي التي طالما أكد عليها في خطاباته. وكانت الميليشيات قد اتخذت قبل أيام إجراءات عقابية ضد مدرسة أهلية في صنعاء قادت بإغلاقها بزعم إقامتها فعالية تتعارض مع ما تسميها الهوية الإيمانية، وهو إجراء اعتبرته الحكومة اليمنية محاولات لطمس معالم المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وفرض أفكارها الظلامية وتعميم معتقداتها أو طقوسها المتطرفة بقوة السلاح. كما واتهم مكتب حقوق الإنسان في صنعاء قبل أيام ميليشيات الانقلاب برصدها مبلغ 200 مليون ريال لتغيير وتحريف مناهج المرحلة الثانوية بما يتوافق مع معتقداتها الإرهابية ولتجريف الهوية الوطنية. وأدى سلوك الميليشيات منذ انقلابها عام 2014 إلى تعطيل العملية التعليمية بشكل شبه كلي ووقف صرف رواتب المعلمين وتحويل المدارس إلى ساحات لتجنيد الأطفال، وهما أدخل العملية التعليمية بموجب تقارير دولية وأخرى محلية في أوضاع ومعاناة وصفت بالكارثية. ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري مع وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية حصة أبو حميد عددا من الخطط والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية والمرأة وحماية الطفولة وكبار السن وبرامج ومشاريع الأسر المنتجة. وجدد الزعوري ترحيب الحكومة اليمنية بكافة الجهود التي من شأنها دعم وتمويل الخطط والبرامج وخدمة فئات المجتمع، مثمنا دعم دولة الإمارات اليمن الذي كان له الأثر الإيجابي على مستوى الخدمات المقدمة لعدد من الفئات والشرائح الاجتماعية في البلاد. أقامت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بعدن ورشة علمية للتوعية بسرطان عنق الرحم. الورشة تناولت عدة مواضيع منها الطريقة العلمية للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وكيفية التعامل مع المريض. تحت شعار أحمي نفسك، نفذت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في العاصمة عدن ورشة علمية جاءت بعنوان سرطان عنق الرحم. هذه الورشة هي تدرب الأطباء والقابلات والمعنيين بصحة الأسرة من أجل أن يفهموا أو يشرحوا للأمهات في مختلف مديريات المحافظة والمحافظات المجاورة حول أهمية عمل الفحص الدوري للاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم. طبعا اليوم نختتم فعاليات وأنشطة شهر التوعية بسرطان عنق الرحم اللي هو شهر يناير. نحن في المؤسسة حريصين أن نستفيد مثل هذه المواسم والمناسبات الصحية كي نصل رسالة مريض السرطان ونصل الرسائل التثقيفية الصحية التي هي هدف من أهداف المؤسسة، توصل للجانب التوعوي التثقيفي سواء على مستوى مرض السرطان أو على مستوى طرق الوقاية منه. واليوم نحن مع شركائنا في المؤسسة الطبية الميدانية نقيم هذه الورشة العلمية لطبيبات نساء الولادة لتوصيل رسالة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم. الورشة العلمية تطرقت لمحاور عديدة بالإضافة لعرض تقديمي ومناقشة علمية لسرطان عنق الرحم والتي حظيت بمشاركة عدد من أطباء النساء والولادة في العاصمة عدن. عدد كبير يتم الإصابة بهذا المرض نتيجة لعدم الحصول على الفحص المتكرر والذي لازم ضروري من أجل الاكتشاف المبكر للمرض. فهذه الورشة بتسلط الضوء وبتعطي الكادر الصحي الضوء الأخضر لبدء آلية الفحص المبكر من أجل الاكتشاف المبكر والعلاج المبكر لهذا المرض لهذا النوع من السرطانات من أجل أن نوصل إلى القضاء على سرطان عنق الرحم. الورشة العمل دائما فائدتها أنها تكون صغيرة تضم الناس اللي معنيين بالأمر وفي نفس الوقت تكون الفائدة أكبر. بحكم أنه الشهر يناير هو الشهر الرسمي لمكافحة سرطان عنق الرحم، وسرطان عنق الرحم حقيقة من الأمراض المزعجة والفتاكة في النساء وفي كافة الأعمار وخاصة بعد سن 50. خطوة علمية توعوية ووقائية أراد بها القائمون عليها تعزيز فرص إمكانية اكتشاف السرطان بمرحلة مبكرة، وذلك من خلال الكشف المنتظم والمبكر وجعل المجتمع عالما خاليا من الآلام.
فاتن اسكندر لقناة الغد المشرق عدن. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. ورشة تدريبية في عدن حول مهارات كتابة القصة القصيرة. أهلا بكم من جديد. نظم مركز التدريب والتأهيل في المجلس الانتقالي الجنوبي ورشة تدريبية تحت عنوان مهارات كتابة السيناريو القصة القصيرة. الورشة استمرت لخمسة أيام واستفاد منها 20 متدربا. تحت عنوان مهارات كتابة سيناريو القصة القصيرة، نظم مركز التدريب والتأهيل في المجلس الانتقالي الجنوبي ورشة تدريبية لعدد من المهتمين والكتاب. معنا اليوم مناقشة الأعمال السيناريوهات اللي كتبوها الطلاب، كل بيبدأوا يكتشفوا من بعض ايش الايجابيات والسلبيات او الاخطاء اللي عملوها او الحاجات اللي يعني كيف كانوا يكتبوا من قبل صح او غلط. الان مع بعض مع المناقشه بنشتغل على الموضوع هذا. هذه الورشه استهدفت 20 كاتب من الكتاب الشباب. يعني هذه الورشة إن شاء الله بعدها نأمل إنه هذول الكتاب يطلعوا كتاب سيناريو قصة مصورة يشتغلوا على الموضوع هذا. الورشة استمرت 5 أيام، تلقى فيها قرابة 20 متدربا ومتدربة طرق وأساليب كتابة القصة القصيرة والقصة المصورة والتعرف على دورها وأهميتها في تغيير المجتمع وإعادة تنشئته وتربيته، واختتمت بتوزيع الشهادات التقديرية للمشاركين فيها. أقامها مركز التأهيل والتدريب للمجلس الانتقالي. الهدف السامي لهذه الورشة هو كيفية تحويل القصص المسرودة لغويا إلى سيناريو لكي تكون بعد ذلك جاهزة لتنتج إلى قصص كوميكس أي قصص مصورة. الورشة والتي استهدفت ما يقارب 20 كاتب صراحة يعني استفدنا الكثير من أساليب كتابة السيناريو المختلفة وكيف ممكن الكاتب يتعاون مع الرسام بشكل يوصل العمل بأحسن شكل. وبصراحة يعني موضوع أن نحن نبدأ ورشة زي كده بهذا النوع يعني أنه في أمل مشرق قريب، وأن نحن بنرجع مرة تانية للطفل الشكل الثقافي السابق اللي كنا نحن زمان ونحن صغار نقري على المجلات والقصص المصورة. الورشة تهدف في مضمونها إلى تكريس هذه الفنون حتى تساهم في إعادة الهوية الثقافية للمجتمع من بوابة الأدب لمختلف تشكيلاته، لتساهم في تنظيم وتعزيز الجوانب الإيجابية في البيئة المعاشة. صالح حنش، الغد المشرق، عدن. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى آخر أخبار الرياضة. حسم ريال مدريد ديربي العاصمة الإسبانية أمام جاره أتلتيكو مدريد ب3 أهداف لهدف ليقطع بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. وافتتح موراتا التسجيل لأتلتيكو مدريد قبل أن يسجل كل من رودريغو وبنزيما وفينيسيوس ثلاثيا للريال، وبهذا الفوز أكمل ريال مدريد أضلاع نصف النهائي بعد أن سبقه كل من برشلونة وأوساسونا وأتلتيكو بلباو، علما أن قرعة النصف النهائي ستجرى الاثنين المقبل. نهاية النشرة، إلى العناوين. جهود أممية نحو تحريك عجلة السلام في اليمن، وميليشيات الحوثي تصعد من اعتداءاتها في جبهة تعز. الميليشيات تصعد من انتهاكاتها بحق التعليم وتحريف المناهج في محافظة إب. والمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان تنظم ورشة علمية للتوعية بسرطان عنق الرحم. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغدوة.com وتطبيق نبض الإخباري. إلى اللقاء.